ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد، والفيديو النهارده عن هترسمي حنة في البيت بمنتهى السهولة من غير ما هتبهدلي نفسك ولا تضطري ان انتي تروحي لحد ولا حد يجيلك. الموضوع بقى سهل وبسيط، تقدري تعمليه بنفسك من غير ما حد يعملهولك، وهقولك دلوقتي ازاي. اول حاجة، اللزقات دي اللي انتي شايفاها دي عبارة بتبقى عن اشكال وحروف، دي بتتباع هنا في اي محل بتاع مستحضرات تجميل، او مثلا بتتباع في محل الباسم، او في محل مثلا جنة الاسعار، او اي محل. دي بتبقى عبارة عن لزقات ستيكر بالاشكال والانواع اللي انت عايزاها. وفي اشكال تانية، في اشكال بتبقى عاملة زي الرسمات النوبي، في اشكال تانية بتبقى عاملة زي الرسمات اللي هي الدقيقة او الهندي، فهتلاقي منها اشكال وانواع. الرسومات دي بتجيبيها وبتحطيها في المكان، مثلا سواء على الايد، على الرجل، ظهر الكتف، المكان اللي انت عايزه تعملي فيه الحنه. والقلم ده، القلم ده اسمه قلم الجاندني، او يعني مش قلم، هو عباره عن انبوبه. الانبوبه دي انا كنت جايباها، دي حنه كنت جايباها باكستاني من محل الباسم، كنت جايباها ب5 ريال. في منها لونين، في منها الاسود وفي منها البني، بس انا انصحك ان انت يعني تجيبي الاسود، لان انت لما بتعمليها يعني بتحطيها وبتسيبيها بتنشف، لما بتيجي تشطفي بعد كده يعني الاسود بتاعها مش بيبقى الاسود القوي قوي، يعني ممكن يكون اسود بس فاتح شويه. فلو انت مثلا بشرتك بيضه عادي هاتي ممكن البني، ممكن ينفع معاكي، بس انصحك ان انت تجيبي الاسود عشان اللون هيفضل كل ما بتبهت، كل ما مدى بتبهت كل ما لونها بيقلب على البني. فانتي لو جايباها بني لما هتبهت ممكن تخلص، يعني ما تقعدش معاكي مده طويله، تحسي ان الرسمه بعد 2 3 مع استخدامك بقى للميه والشر والحاجات دي راحت. فانا جايبه الاسود، بتقعد معاكي من 5 ايام لاسبوع، على حسب بقى استخدامك، بتحطي ايدك في الميه كتير مثلا، بتستخدمي عليها شامبوهات مثلا او شاور جيل كتير، فعلى حسب استخدامك. بتقعد حوالي من 5 ل7 ايام، استخدامها سهل وبسيط. بعد ما بتحطي الاستيكر اللي انت عايزاه، وتتاكدي ان انت الاول غاسله المكان اللي انت هتحطي فيه اللزقه ومنشفاه كويس قوي ما فيهوش ميه، بتحطي الاستيكر، وبعد كده بتحطي المعجون ده، بتحطيه وتبتدي توزعيه كويس، وتتاكدي ان كل الفراغات مثلا اي فراغ هنا ده اتملى. بتسيبيها نص ساعه لحد ما تلاقيها نشفت تماما، وبعد كده بتشطفيها بميه دافيه. ممكن تلاقي مثلا لو طالع منك من حتة بره، هتلاقي ممكن مكانها عامل مثلا الخط، مكان الخط الزيادة اللي انت طلعتيه عامل مثلا زي بهتان كده، بس مع استخدامك للمية او غسل ايدك هيروح عادي. حلوة جدا، مش هتحتاجي ان انت بقى تحطي التاتوهات، لان التاتوهات اللي بتتجاب وتتحط دي اولا ما بتقعدش خالص، ممكن في ساعتها تلاقيها اتشالت، اوقات ما بتطلعش كلها، وبيتدبح برضو فيها فلوس ومش بيبقى فيه منها اشكال حلوة. لكن الحل ده سهل وبسيط، هتقدري انتي تعمليه لوحدك من غير ما حد يعملهولك، من غير ما تروحي لحد ومن غير ما حد يجيلك. انصحك ان انتي تجيبيها، سعرها رخيص ومش غالي، سواء هي ولا ستيكر. يعني الستيكر ده انا جايبه الاتنين ب5 ريال، في اماكن بتبيع الواحد ب5 ريال، على حسب، في احجام بتبقى اصغر، في احجام بتبقى اكبر، على حسب انتي يعني حبك للموضوع ده ايه، يعني بتحبي الحاجات الكبيره او الحاجات الصغيره، بتحبي الحاجات اللي هي زي رسومات الهنود كده بيبقى الشغل فيها دقيق وكبير، على حسب الرغبه. هتلاقي اشكال كتيره جدا موجوده، وده موجود في كل حته، بس انا افضل لك الانبوبه مش القلم، لان القلم لما بتجيبيه اللي هو بيبقى قرطاس كده بتقطعيه لازم تستخدميه في ساعتها، لان لو سبتيه مفتوح بينشف، لكن ده الحلو اللي فيه ان هو هنا ده بغطا، يعني تقدري تستخدميها، وبعد ما تخلصي تقفلي الغطا وهتفضل موجوده عندك لحد ما تخلصيها. فانصحك تجربيها، ولو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلي زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اللي انا هعملها. شكرا وباي باي.